أسفرت قرعة الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 عن وقوع منتخب الكويت الوطني في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات كوريا الجنوبية والعراق والأردن وعمان وفلسطين، ويبدأ الأزرق مواجهاته في سبتمبر المقبل مع النشامة. ويتنافس في المجموعة الأولى كل من إيران وقطر وأوزباكستان والإمارات وقرغيزستان وكوريا الشمالية، بينما في المجموعة الثالثة سيتنافس اليابان وأستراليا والسعودية والبحرين والصين وإندونيسيا. ويتأهل المتصدر والوصيف في كل مجموعة مباشرة إلى كأس العالم 2026 المقررة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، لتحجز 6 من المقاعد الثمانية المتاحة للاتحاد الآسيوي. أما المنتخبات التي تحتل المركزين الثالث والرابع في المجموعات الثلاث ومجموعها 6 منتخبات سيتنافسون فيما بينهم ضمن الدور التأهيلي الرابع، إذ سيتم توزيع المنتخبات 6 في الدور الرابع على مجموعتين 2، بحيث تضم كل مجموعة 3 منتخبات فقط. يتأهل متصدر كل مجموعة من المجموعتين إلى كأس العالم 2026. أما وصيف المجموعتين في الدور الرابع فسيلتقون في مواجهة فاصلة بنظام الذهاب والإياب، وسيشارك الفائز من بينهم في التصفيات القارية الفاصلة التي سينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا. لازم نكون واقعيين، يعني ما أقدر أقول لك والله، أنا خلنا نتكلم الآن كمشجع وكجمهور وليس يعني مسؤول في الهيئة. واقعيا احنا يعني الهدف او شخصيا اشوف ان المركز الثالث المركز الرابع ايضا ان نكون متواجدين في المعمعة شيء جيد في الفترة الحالية. ما ادري شنو يصير في الاشهر القادمة، ما ادري شنو الاستعداد اللي راح تكون، التغيير اللي راح يكون، لكن المجموعة مو سهلة، لكن أعتقد أن بالنسبة لي وجهة نظري هي أفضل المجموعات بسبب أنك إذا استثنينا كورة أنك راح تلعب في المنطقة ما راح تسافر. هي الحين نتكلم عن المنصب، إحنا داعمين للاتحاد الكويتي في الفترة القادمة، داعمين لاستراتيجيته لخططه، استحقاق مهم جدا ويجب أن نظهر بصورة أفضل مما ظهرنا عليه في الفترة السابقة. فمجرد ما انتهت قرعة كان لي اتصال مباشر مع الأخوان في الاتحاد على والتنسيق على اجتماع قادم قريب بإذن الله لمناقشة الخطط والاستعداد، سواء المعسكرات إذا كان في مدرب قادم، فإن شاء الله خلال الأيام القادمة راح تحدث.